انت ما تتخيل ايش كثر انا اعزك واغليك. انت اخوي، ما ادري ايش فيك على بالك فجاه اني انا بتغير بصير واحد ثاني، بقلب على البنيه وباذيها. لا حشة، والله ما قلت كذي ولا تخيل كذي. انا اعرفك يا مشعل من كنا صغار رفيقي، ان شاء الله عليك كبرت ولا الحين كبرت معاك اخلاقك وريال، والف مني تمناك لا ولده يا ويد بعد. زين ليش خايف؟ ليش؟ بصراحه خايف عليك. ها اي والله خايف على مشاعرك، ما ابي مشاعرك توديك تزوج وبعد ما تخلص مشاكل البنت تغير كل هذه الامور، وبعدين تحس انها هي مجرد مهمه وانت خلصت منها. يا اخوي ايش فيك؟ لازم اعيد كلامي 20 مره يعني؟ يبا البنيه انا منعجب فيها من قبل لا اشوفها، بعدين الحمد لله انا يبا بسن زواج، الله منعم علي، ايش اللي يمنعني اتزوج ساره؟ اذا انا شايف ان انا بسعدها. على خير ان شاء الله على خير. يعني شنو؟ موافق مقتنع؟ لا 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 خلني انا رايي انا الاخير ممكن تسمعه باكر. شو هالخرابيط هذه؟ كاتبين انتم؟ ها؟ قد تستحون؟ قوة حمد. قوة حمد. بتروحين؟ قوم قوم ابيك. كتبي شنو تبين؟ قاعد اقول لك قوم. متى يطيح غداكم؟ ماكو غدا اليوم؟ يلا بس والله الفكرة هذه وايد حلوة. مش على الواحد يعني أي بنية بالدنيا تتمنى، خصوصا إذا كانت وحدة عاقلة وفاهمة وتبي تعيش حياتها بسلام. أبينا؟ لا ما أحبه ولا أكرهه، بس يعني معجبة فيه ومقتنعة هم فيه. تصدقين؟ يمكن هو الإنسان الوحيد اللي خلاني أفكر أني أرتبط. بصراحة رأيك وايد غريبة، شلون ترى عجبيني بشخص وانتي بالأساس ما تحبينه؟ وشلون أحبه؟ ترى يعني ما صار لنا فترة نعرف بعض، ما شفته إلا مرة ولا مرتين، أكيد ما راح أحبه بهالسرعة يعني. صح كلامك، البنية اللي تكون كذي يا إنها تكون واهمة أو كذابة. كملي حبيبتي. شوف يعني مشعل، ما راح أكون سطحية وأقول لكم يعني أنا من البنات اللي يحبون واحد عشان شكله ولا الأشياء السطحية هذه، لا. أنا يعني أشوف إنه هو وايد ريال، أسلوبه حلو ويعرف شنو يبي وذكي وولد حمولة، يعني وايد في صفات حلوة ممكن أي بنت تتمنى إنها ترتبط فيه. زين وهو اعترف لك بحبه؟ لا، لو كان يحبني كان قال لي. بعدين أنا لو هو يا وقال لي إنه هو يحبني بصراحة تبين الصدق؟ إيه؟ راح يطيح من عيني، ما راح أصدقه. شلون يحبني وهو توه يعرفني؟ وصلت فيك المواصيل انك تطق خالد؟ منو قال ان انا اللي طاقه؟ المواصفات اللي قالها حمد حق المحقق هي نفسها مواصفاتك. مواصفاتي؟ اي مواصفات؟ شاب رياضي، لابس ملابس رياضيه، وحاط قناع على وجهه مبين منه الا عينه. شلون حكمت ان هذه مواصفاتي والحرامي متخفي من فوق لتحت؟ لأن هي نفسها مواصفات الشخص اللي طيح الإعلان اللي أنا وانت بس نعرفه عدل. شلون؟ اللي دخل بيت خالك خلى بطريقة طبيعية بدون لا يكسر ولا يخرب، ومفتاح بيته منه نسختين، واحدة معاه واحدة عطاني إياها لما طاح مريض. تأكد إذا تليفون خالك فيه خاصية التسجيل ولا لا؟ يتأكد. ليش طقيته؟ ليش طقيته وانت تدري ان عند القلب وممكن يموت بيدك؟ كلامك عدل وعين العقل. الحياة الهادية والانسجام بين الزوجين يولد بينهم حب ويكبر يوم عن يوم. لكن العلاقة اللي تنبني على حب ممكن مع الأيام ما يكون بينهم تفاهم ولا انسجام، تتدمر يوم ورا يوم. صح كلامك، ومشكوره وايد عمتي انك فهمتيني. دام هذا رايك بالزواج وبمشعل توكلي على الله ولا تترددي. لا خالتي ما له شغل، كأنا ويوسف متزوجين عن حب. حبيبتي انت غير، انت ويوسف من يوم انتم صغار تحبون بعض ومتفاهمين. اي هذا انا اللي حاولت اوضحه ببدايه كلامي، ما يصير اثنين توهم متعرفين على بعض ويحبون بعض.
المهم أنا وايد طولت بمشي، مشكورة عمتي على الغداء، تسلم إيدك ما قصرتي. حبيبتي بالعافية، أي وقت علي. وين وين تو الناس قاعدة خلنا نسولف. حبيبتي عندي بحثش طولة ما خلصته للحين، يبي لي وايد، وبعدين أنت حامل لازم تريحين. الله ولك الحمد. حياتي كلها صارت شبر وشبر. حتى الأكل صار جزء من الشغل. ما كنت بطقه، رن تليفونه قام وصار اللي صار. قوم تطقه على أذونه؟ أنت مجنون؟ أحد يسوي كذي؟ يمه كنت بشوف لي اي طريقه سكتها فيها، خفتي صارخ. ناصر ايانا وياك تسوي شيء من ورا ظهري، اي شيء لازم تشاورني فيه بالاول. حلو بدارك هذا خالك اخو امك الوحيد، شلون تسوي فيه كذي؟ انا اسف يمه، سامحيني. اسف؟ شي يفيد الاسف اذا رحت بداهيه. عمك فالح اللي ما له علاقة بالشرطة ربط مواصفاتك بالحادثتين، على شلون الشرطة؟ لما ترى ابتديت أخاف أنا صراحة، كلامك خوفني. لازم تخاف، الله يستر من اللي جاي. فكر فكر قبل ما تسوي أي شيء. يا رب إيش هالورطة، إيش هالسالفة؟ أيسوى أنا نادي يا وينكم في انتو يا جماعة يا أهل البيت؟ أيسوى أنا ناديكم. خالي شلونك؟ ها؟ شلونك شلونك؟ إيش فيك؟ طقوني طقوني على ذوني، ما أسمع ما أسمع. يا علي إن شاء الله اللي طقك إيد الكسر، قول آمين يا رب. هات كتبي كتبي، ما أدري إيش تقولين أنت. أقول لك يا عل اللي طقك إيده الكسر يا رب. إذا لا تدعين على العالم ادعين الله يشفي أحسن. وانت شكو، انت شكو بالله، لا يكون تعرف اللي طاقينه ولا يصيروا لك خايف عليهم. شو يقول هذا شبي؟ ولا شي خالي. كتبي له ناصر يقول غدا ذاهب. غدا ذاهب هذا اللي أبي، هذا المطلوب. يلا 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 يا خال يلا. تعال. الظاهر هدوم صارت زي رسمي للمجرمين، مواصفات الجسم والبلوزة والهدوم نفسها. فعلاً فعلاً شغلة تلفت نظر، مو لاقي العلاقة بين طيحة الإعلان واعتداء على ريال نايم في بيته. بالعكس أنا شايف أن الدافع هو الانتقام، لأن ما في شيء ينبال. أتفق معك، بس شو العلاقة بين الحادثتين؟ المشكلة أنه ما في شيء قانوني نستند عليه. شو رأيك نعمم مواصفات الشاب ونوعية السيارة على دورياتنا؟ لا مو معقولة، الديرة مليانة من السيارة، الشباب تشابهون، هالجراء هذا فيه إزعاج الناس. خلينا نضيق دائرة التحقيق. دام إنك تعبان من الشغل عند حياة، ليش ما تقدم استقالتك وتي عندنا شركة بنفس منصبك؟ ما شاء الله عندنا الشركة كل يوم عن يوم يكبر، ما بين إعلان ودعاية وأزياء وتصميم وتجارة، وما شاء الله عليك أنت الشغل عندك ما ينقد عليه. أنا أدري إنكم ترحبون فيني ولا انتم قصرين معاي، عندي خبر بهالشيء هذا. لا وبعد ابشرك بعد ان في شركات ثانيه هم عرضوا علي واعطوني مميزات بعد احسن واحسن. زين ايش مانعك تطلع وتروح مكان اللي رايحك؟ اللي منعني سلمك الله انت مع يوسف. حياه عشيمه، ما تدري وين الله قاطع، ما تعرف شيء. خباتش لا تركت الشركه، تجيب له واحد تعينه مكاني، حرامي بواك. اجي الساعه يبوق الحلال، بدل ما ينباق مره حلالكم ينباق مرتين. يا اخوي ريح بالك بس، وخلنا نطالع له قدام وما نطالع ورانا عشان رقابنا بس لا تعور. يا شيخه لا تخافين علي، علم ضيق خلقي مو كذي. تعرفيني انا احب الشغل، ما على عمري تعبت ولا يأست ولا اشتكيت. المضيق خلقي حياه، تبين احبها غصب؟ اي ما علي، بعض الحريم لحبه واحد يطفرونه. ها يطفرونه
ما لقيت الا انا. طمني، خالك نام؟ اي اعطيته دواء ولحفته ونام. غريبه، ريال عمره ما اذى احد ولا سوى شيء بحياته. انت دراش انه ما اذى احد. سلي امي، كنت اعرف اكثر. سحب منها فلوس لهني وفسفسهم بالبورصه. يعني امي اللي طاقته؟ لا، لكن ربك دزله اللي اذيه، حوبتها. قمنا نآمن بالحوبه اشوف. اخر مره يوم قلت لك قمت تطنز علي، قلت ان انت ترسب عشان انت ما تذاكر مو علشان الحوبه. الحوبه خرابيط مو؟ اقعد اقعد اقعد. هذه طريقه تتكلمون فيها مع بعض؟ شوي شوي خلي اسلوبكم زين. بنتك ما تنسى. اي ما انسى. تعرف ليش؟ لاني اسمعك عدل واعرف انت ايش قاعد تقول. عكسك انت، لعمرك ما سالتني انت شو تسوين بحياتك او شو عندك او اي شيء يخصني. في مره بحياتك قعدت معاي نفس اخو؟ تبيني اتزوج وانا بهالعمر؟ اذا الله كتب وتزوجت وصار النصيب، المره اللي باخذها بيعتذر البيت، تجيب العيال يملون علي الوقت الباجي من حياتي. حياتك كبرت وما فيها عيال، الا كان نصحتك تتزوجها وتستر على مرت اخوك الله يرحمه. تبي اكلمها تيوس عنك؟ لا تكلمينها ولا شيء، انا قاعد افضفض واطلع اللي بصدري. واخري عنها، خليك بعيد عنها. اوه هذا خالي هنا. السلام عليكم. السلام. سلام. عليكم السلام، يا هلا هلا والله. هلا بالخال حبيب. هلا هلا ولا يما شلونك؟ هلا هلا شلونك؟ تمام؟ بخير الله يسلمك. شلونك عمي فالح؟ بخير الله يسلمك يا ابوي. انا ما حبيت اني اسري الا لما اطمن عليكم واشوفكم. هذا الساعه المباركه. شلون نوال؟ تمام الحمد لله، تسلم عليك. الله يسلمها. حتى عمتي سعاد بعد تسلم عليكم. الله يسلمها ويسلمك. رحنا لها قعدنا عندها وغثيناها لين طردتنا. زامها ليل اليوم. يعني اليوم يوم العالمي، اليوم الزيارات العالمية عدل. هذا أرحام بعد ولازم نوصلها. عجيب أرحام. وليش أنا برا الأرحام؟ ليش أشوف ما تواصلون معي؟ اسألها ما مرينا البيت ولا لا؟ بلا مريناك البيت عمي. لا؟ إيه؟ زين خلاص براءة عفينا يلا. أنا بعد والله بتواصل معه مع خيتي ها العظيم. عسى الله لا يفرقنا ان شاء الله. اللهم امين. اللهم امين. امين. ها تعشيتوا ولا اسوي لكم عشاء؟ لا لا حبيبتي تعشينا من زمان. بالعافيه. الله يعافيك. الحمد لله يبوي. زين انا اترخص يبوي. وين خالد؟ لا يبوي خلاص بس كافي، نطرتكم وشفتكم وطمنت عليكم. يلا يبوي. يلا. حياك الله. يلا مع السلامه عمي. صدق يا اخوي طول الليل ما عرفت انام بس افكر. اي ما عليه. ان شاء الله تعوضها اليوم. ها؟ شنو يعني ما فهمت؟ انت ما يشفيك بعد ترى شوي صار مخي قفل اليوم. اطمنك. نجحت. صدق؟ اي صدق. زين الحمد لله يعني هذا احلى يوم بحياتي. ان شاء الله ايامك كلها حلوه بس ممكن تقعد؟ ليش واقف على راسي؟ خلاص الحين صارت السجية. اللي عليك تسويه انك تاخذ امك وابوك وتروح بيتهم تخطبونها. خطبها من امها؟ واكيد الحريم بيخطبونها يعني من امها بس تروح حق عمها. عمها فالح موجود وخالها حمد موجود وانا بعد ولد عمتها موجود. اي والله والنعم فيكم كلكم. ولا بحالك. بس يوسف ابيك تمهد لي الطريق. انت موضوعك الحين ويا عمها وهو اللي امرها. زين ايش رايك اروح له؟ اي مو غلط. متى؟ خير البر عاجله. ايه تبي شيء؟ ابي سلامتك. يلا سلام. مع السلامه. الله يوفقك يا مشاء. انت رئيسة الشركه وارمله اخوي المرحوم سند الله يرحمه وام عياله اكثر من كذي للاسف لا. وانت اخو ريلي وعيالي ما راح يرفضونك لانك عمهم ومو غريب عنهم.
فأنا ضامنة وهم ضامنين أنك إن شاء الله إن شاء الله يوم تزوجني هذا مو معناته أنك طمعان فيني. فبالنسبة لي أنت أنسب زوج، شو المانع أن تزوج؟ وأنت مو أنسب زوجة لي؟ زين ليش؟ علمني السبب، قول لي. ما في أي سبب. لا في، ووعدك أني ما بطل الموضوع هذا مرة ثانية بس تقول لي السبب. حياة، حياة لا تضطرين لتكلم حتى لا أجرحك. زين عفوا لو سمحتك. ألو، أهلين، من حضرتك؟ إيه حياك، إيه حياك، إيش موضوع؟ أنت مشعل ولد والنعم فيك، ولد حمولة وأخلاقك عالية، وأي عائلة تشرف بمعرفتك ونسبها. طول عمرك عمي، شرف لي أكيد. بس موضوع مثل هذا تدري يعني العائلة ما لها رأي يعني في الموضوع هذا، رأيها ما يكون حاسم، رأي البنت هو الأهم. أكيد أكيد، الله يكتب لي في الخير إن شاء الله. آمين إن شاء الله. على العموم أنت عطني مهلة إن شاء الله يومين وما يصير خاطرك إلا طيب. إن شاء الله عمي إن شاء الله. تأمرني على شيء؟ لا لا يا أبي سلامتك. الله يسلمك. الله يسلمك يا هلا. فما الله. كمال كريم، هلا والله. تأخرنا على غد اخت شيخي، خل نروح زيد. حبيبي شمعة الجلاس، حبيبي شمعة الجلاس، ولكم من يسد عنا، ولكم من يسد. صدق لا عنده لا ذرابة ولا ذوق ولا يعرف يتحجى ولا قدر اني انثى، وكان يجرحني بالكلام. كل هذا اللي طلبت منه انه يتزوجني؟ صدق ما عنده دم. اي 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 شنو؟ ايش فيش قاعده تكلمين روحك؟ عسى ماشر. شو المشكله؟ تعال. ها؟ ها؟ كتبي لي كتبي لي بدل ما تكلمين روحك. كلميني وياك. ابي اكلم روحي. أبي أكلم روحي. ليش؟ ماني قاعد يمك؟ ماني تارس عينك أنا؟ فكني واللي يسلمك. فكني واللي ليش يبا؟ إيش فيك؟ عسى ما شر زعلانة، قولي لي يمكن أنا ساعدك. أنت وايد زعلانة الحين. آخ إيش أقول؟ آخ إيش أقول الله؟ آخ يا أخوي، آخ يا أخوي، أنا مشكلتي لا لا لا. مشكلتي أبي لها طوفة عودة تنكتب عليها، مو هاللوح هذا. لا 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 لا، أكيد مشكلة نصور هذه، أكيد نصور عنده مشكلة كبيرة، ومن تعرف شلون تحلينها وياه. هذا نصور هذا اللي كبره الحين كلهم تخرجوا واشتغلوا خلص، وهو اللي ملحين على طمام المرحوم. ها خالك نقعد كوكم علي، اكيد يبي فلوس. شوف شوف شنو هذا؟ اعطيني 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 اعطيني. طيب هذا ما ينفع وياه الدلع والكلام الحلو والناعم والرقيق، يبي له عين حمراء. هذا شنو بتكتب؟ انا اقول لك لو تفحط منت ماخذ فلس حمر. ناصر باخر باخر عني، ما تصير ما تستحل وجهك باخر. يلا عيب عليك، ليش تقول له كذي؟ كثر الله خيرك، شغيتي مشكوره وما قصرتي. اهلا وعافيه، اللهم لك الحمد. بس خلاص توني بحط لك. لا 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 حبيبتي، لا بس بيني وبينك انا مخلي نصيب حق الحلو. طحت علي وانا اسوي الحلو. انت معروفه بالحلو يا زينه. وانتم بنات تحطوا مكان للحلو ان شاء الله. اقول خالي هلا يبوي، قلت ليش ما كل يوم تتغدى عندنا الطباخ السن هذا والاكل الحلو؟ احسن لك من ما تاكل بالشركه ولا تاكل مع بيه. سمعي سمعوا شو يقول، لو يحصل لي كان كل يوم عندكم. بس ايش اسوي؟ ما اقدر يا يبوي.
ساعات في يعني ضروره تفرض علي اني انا اتم في الشغل، في شغلات لازم اخلصها اول باول ما اقدر. انا شايف كل يوم عندك. حياك الله. بس كذي تعب عليك عمي. يا يبا تعودنا على التعب، خلاص خلاص تعودنا عليه. نعم الله عليكم وتسلم ايدك عمتي. العافيه عافيه. خيتي يلا شاي عاد ها؟ عاد انا مسوي مكان حق الحلو ابي اكل. حاضر يلا الحين عيوني. يلا تجي. يلا جاي بالمطار. انا اساعدك روحي. يقولون خوش يخت عندكم بالمرسى، ممكن نشوفه؟ عرفته عرفته، الازرق الكربون فايبر. ايوه ايوه. الحمد لله اليوم انباع الصبح. افا حسافه. افا عليك بس، لا حسافه ولا شيء، ان شاء الله الاسبوع الجاي بيوصلوا لي اربع يخوت، كل يخت احلى من الثاني. زين اخ مشعل. هذا كرتي يطول العمر، كذا وصل بلغني. حاضر تامر امر. حبيبي تامر امر. لا تقصر. الله يسلمك، ساعة المباركة. بصراحة الريال ما علي قاصر وأنا مقتنعة فيه. شوفوا يا بوح، بصراحة أنا هالزواج ماني مرتاح له. أنا أكثر واحد يعرفك. أنتي ما أنت مرتاحة في البيت، فتدورين أي سبب علشان تطلعين. سارة، الزواج ارتباط أبدي. مو محطة رايحين منها من عقب التعب وبعدين تفكرين بشيء ثاني. أنا بنظرك كذي؟ أنا صدق مو مرتاحة مع أمي وأخوي بالبيت، بس مو معناته إني أبي أهج. وإذا فكرت أهج، أول مكان بروح له بيت عمتي. أو بي عند عمي. سبق ويت عندك عمي وقلت لك بعيش معاك. بس أنت ما رضيت، وأنا ما ألومك، بالعكس أسبابك كانت وايد مقنعة. وأدري إذا في يوم حسيت نفسي بخطر أو متأذية من شيء ورحت حق عمي، عمره ما راح يسكر بابه علي، مثل ما سويت آخر مرة يوم جيتك وانحشت من ناصر، صح ولا لا؟ يبا أنت بقلبي وبعيوني، علامك أنت. بس الله يخليك لنا ذخر. اللهم آمين. يوسف، الحين مشعل مو صديق عمرك؟ إيه؟ وأنت مشاعل، لو ما كنت تشوفين أن يوسف أحسن ريال بالدنيا، كنت بترضين تتزوجينه؟ أكيد لا. خلاص، مو مشعل رفيج يوسف؟ ويقولون علمني منو رفيجك أقول لك منو أنت؟ الحين ما علينا من الحكي هذا، قولي لي بصراحة، أنت موافقة؟ زين اخيتي، ترى انا مضطر امشي. يلا يبا عليكم، مع السلامه. حياك الله خالي. مع السلامه. انا مو موافقه، بلغ لنا طلبه مرفوض. بس هي موافقه. مو على كيفها. على كيف منو؟ هذا مستقبلها وهي ابخص فيه. والله عاد قرار زواجها ما يخصها بروحها، وبنتي للحين صغيرة ما تعرف مصلحتها عدل. عجيبة، بنت واعية وتدرس في الجامعة، معقولة ما تعرف وين مصلحتها؟ ما تعلميني شنو سبب رفضك المشعل؟ يكفي أن يوسف رفيجة. إيه بس هذه ميزة صالحة مو ضده. الحين انكشف المستور اللي يوسف وامه ما قدروا ياخذونه مني بالاول، الحين يبون ياخذونه مني عن طريق مشعل، وهو يتزوج ساره وبعدين بتحريض منه يخليها تطالب بنصيبها من الولد، واوتوماتيك تتحول المبالغ ليوسف وامه. لا برافو. بس في شغله انت نسيتها. نسيت اني انا بنت سوق، والسوالف هذه ما تمشي عليك. طيب ما فكرتي لو بنتك درت ممكن تصبر وتعاند وتبي نصيبها مثل ما طلبتها من قبل؟ ليش هي سوت كذي من قبل؟ ما عندي فكره. لا سوت، وخصوصا لما طقها اخوها ويات عندي. ولا الزهايمر حاشك وبدأت تنسين كل شيء. أبو قد ليلة
أبو قديلة دررم شبيه الرين شحليلة أبو قديلة أبو قديلة أبو قديلة شبيه الرين شح. وأنت لما الحين قاعد هني؟ ياه شو تسوي أنت؟ قل كله قاعد كله بارك بس أطلع برا شوف ربعك شوف الدنيا. أبو قديلة دررم أبو قديلة شبيه الرين شحليلة. رد رد على التليفون رد رد. الو انا ما اقدر اسمعك ما اقدر اسمعك اذوني اذوني تعورني ما اقدر اسمعك ما ادري ايش تقول انت الا طابت اذوني انا اتصل فيك فامان الله فامان الله. ابو قذيله عطني التليفون اصير وسيط انا اتكلم. لا 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 شاعل؟ مام شاعل هذا خالتي. ايش فيك امه؟ صار لك فتره على هالحال من طلعت ساره وانت كذي اكيد في شيء مزعجه منه. ليه خالتي؟ راي ساره بالموضوع كلش مو عجبني. ليش؟ عاد كلامها يقنع الصخر كل كلامها عدل ما على اي اخبار. خالتي مقارنتها بمشعل بيوسف ما تطمني كلش. البنية ما غلطت والمثل اللي قالته لخصت كل كلامها. اي خالتي هني المشكله كل اللي قالته على عيني وراسي ما عدا هذه الجمله. يمكن خالتي انت ما ركزتي فيها عدل. هذه الجمله بالذات ودرتني. لا يا يما ما ركزت. خالتي المفروض يوسف احسن ريال بالدنيا عندي انا. صح. هي شنو يعني لها ارتباطها بمشعل مو مكسب عود. لا يا يما اظلم بختي اذا قلت لك ان انا فاهمه من كلامك شيء. خالتي كلامها للحين يبين ان هي تحب يوسف ورضت مشعل عشان تعوض خسارتها بيوسف. لا 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 يا يما لا يروح مخك كذي لبعيد. ان شاء الله خالتي اطلع غلطانه هم الاثنين لايقين على بعض وايد الله يوفقهم. يلا عاد مشاعل لا تفكرين التفكير هذا وتفكرين كذي شيء بعيد. تعالي بس تعالي ان شاء الله. تعالي زين الحين اهم شيء موافقه البنيه. الصعوبات هذا كلها طوف كل شيء سهالات. بالعكس موضوعك هذا العكس صحيح. اللي حاط ببالك انه سهالات هو الصعب واللي خلصت انت هو سهالات. شلون يعني ما فهم ايش قصدك؟ يعني جهز روحك حق معركه قويه مع ام ناصر. هيبه ايش معركته؟ ليش تبي تعقد الامور انت؟ انا ما اعقد الامور بس هذا الصج. لا تنسى ان ساره وريثه مو بسيطه حق ملايين. شو المشكله؟ وايد بنات أغنية عندهم فلوس أهلهم يزوجونهم. إيه بس الموضوع هني غير. أنت رفيق يوسف. يوسف وأمه أصحاب الحلال الصجيين طلابين الحق. ولا تنسى أن سارة مأيدة هالموضوع هذا واقفة معاه. يعني أنت تقول إن إحنا عايشين بنظرية المؤامرة. بالضبط. بصراحة نظرية المؤامرة. زين والحل شو أسوي يعني؟ بصراحة ما أدري شو الحل. بس أنا أعطيك رأيي يعني. خلني أقعد مع خالي. استشيره بالموضوع خالي رايه مهم وارجع اقول لك ان شاء الله خير. تصدق الحرامي اللي طقني نفس طولك ونفس جسمك حتى الريحه اللي حاطها هو انت حاطها. ايش فيك تضحك؟ انك ما تدري بنفسي انا اللي طاقك مو هين الخال. شلونك ما شميت ريحتي من قبل؟ كان بلغت عني قطيتني ورا الشمس. بل شو تقول انت؟ شو تقول؟ اكتب لي اكتب لي. عطني عطني عطني. اكتب لي. كل الشباب هابين بنفس العطر. كل الشباب الشباب انت تلبس هم يلبسون مثلك. تحط عطر هم يحطون عطر مثلك. انت ردي وهو ما اردى منك. اختك وين هي؟ ما ادري. انا بخيرك انت من انت رجال انت من انت رجال ما تدري وين في اختك؟ عطني عطني عطني. انا بطلع اغير جو. انا بطلع بغير جو.
انا وياك بروح، انا وياك. وين زين؟ كنسلت. كنسل بطقاك اللي يطقك. فهد 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 ها. انا متاكد اني مخزن رقم. حكى وين راح؟ فهد فهد. ذكرت انا مخزنه بتلفوني القديم. نفس اللي توقعته بالضبط. عاد توني اقول حق مشعل تذهب حق المعركه. المره مرت خالك ما لعبتها صح. ما درت ان طريقتها هذه لما رفضت بنتها بتطالب بثروتها وبتكسب نصيبها، والحاله هذه بتخسرها. بتخسر بنتها بس بنفس الوقت لو وافقت بتزيد معزه بنتها لها. معك حق. الخوف الحين انها لا تتصل بساره والبيت يشب ضوء عندهم. مرت خالي تدافع عن ثروتها وساره تدافع عن اختيارها، بس ترى بالنهايه مرت خالي هي الحلقه الاضعف. لا 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 تخاف عليها، تشوف لها منفذ مني ولا مني، بس الخوف من هالاثول الهمجي هذا نصور، الخوف منه هو. ايه الو سعاد، لو سمحت لي نزلي لي خمس دقائق، انا عند الباب. يا بنت الحلال ابيك، ماني معطلك، ثلاث دقائق بس لو سمحت من فضلك، انا واقف عند الباب. شكرا، مع السلامه. خير؟ شو عندك هاي هالحزه؟ خير ان شاء الله. ياي ابي تلفوني القديم عندك في البيت. انت ينيت؟ ياي نص الليل تبي تليفونك. ها ينيت ابي تلفوني؟ قاعد اقول لك ابي تلفوني القديم، انا حاطه بكرتون وبالكنقيه. وان شاء الله تبين اروح الحين الكنقيه اجيب لك التليفون. خلاص روح وباكر من اصبح افلح. يا بنت الحلال ابي ضروري في رقم لازم اتصل فيه الحين. اقول لك روح، انت ما تفهم، اقول لك روح تعال باكر، ولا اقول لك روح وانا طرش لك مع يوسف، زين؟ لا مو زين، وسمعيني عاد، تبي تجيبينه ولا ادش اخذه؟ احش ريولك بدش البيت، فهمت ولا؟ وي وي وصح على وجهك؟ ريال غريب بدش بيت المرأة قصبا عليها؟ انا ماني غريب، انا كنت زوجها. كنت زوجها، بس الحين مو زوجها، غريب. تسهل لا تشوف شيء ما يسرك، تسهل يلا. اخت سعاد دش البيت وقفل عليك، وان عادها مره ثانيه اتصل بالشرطه. تسهل يلا خلصني. تسهل. بس لو عارف هل طب علينا هذا فجأة كذي. أكيد أكيد سعاد ما تعرفه، لكن هو عرفه، ناداها باسمه. منو هذا؟ ما أدري. أخ لو عرفه.
نسيت تليفونك يا الخال. الحين فرصتي. الحين فرصتي عشان اشوف مدق عليك مرتين ما تبيني اكلمه. حلو هالبدلة. وايد وايد حلوة. بعد؟ جولة المناقشات بين خالي ومرت خالي بموضوع سارة فشل. أو ليش؟ ما تدرين ليش يما؟ مرت خالي تعتبر مشعل من طرفنا وما عندها ضمانات أن الموضوع مو مرتب بيننا وبين مشعل وسارة. هذه ما تعرف تتعامل مع أي شيء بدون لا تحط فيه المصالح والفلوس. هذا طبع البواك، على باله كل الناس بتبوقه. خلقوا ما سوي العشاء بس. والله وانت صاد جاي يمه، كلامك عين العقل. لا تخاف على سارة، سارة بتاخذ اللي تبي غصب عن أمها. أنا متأكد من هالشيء، بس أنا بيها تاخذه بأقل الخسائر. وأنا أعرف مرت خالي مستحيل توافق من غير ضمانات. بصراحة أنا أول مرة أشوف أم كذي، شلون تبدي مصلحتها على مصلحة عيالها؟ أنا خلني أقوم أساعد خالتي وايد أحسن. ألو، هلا بالعميمة الغالية. الحمد لله بخير، أنت شلونك؟ عسى. آمري. ما يامر عليك عدو. واللي يسلمك؟ واللي يسلمك يا نظر عيني؟ إذا باكر الصبح فاضي أبيك تمرن البيت. في تليفونها قديم حق أبو مساعد، أبيك تروح تعطيه وتفكنا منه. لا 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 لا، على فضاوتك. إي موجودة في البيت الصبح. عسى ربي يحفظك إن شاء الله. مشكور يا بعد أمري، ما تقصر. الله حافظك. اي بعطيه تليفون وبعطيه كل اغراضه عشان لا يقعد كل شوي ينطلق ينيني. بس هذا منو اللي طلع ويعرفني بعد؟ الو، هلا العمبو مساعد. الحمد لله بخير، انت شلونك؟ عسى عسى ان شاء الله. عمتي وصتني على اغراض تبيني اجيبهم لك. ايه، وين تبيني اجيبهم؟ المزرعه؟ ايه. لا 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 خلاص، انا بس ادش دخلت المزارع بدق عليك عاد توصف لي الباجي. ان شاء الله باكر الصبح بمر عمتي البيت اخذ الاغراض ويك. حاضر، في امان الله. الحمد لله، الله يسلمك. انت شلونك؟ صج؟ ايه خوش والله. لا تعبث موبايل خالك الحين، هي وسوي لنا مشكله. يمه تعالي 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 شوفي، هذا رقم الدولي اليوم دق على خالي ودق عليه اكثر من مره. خالي ما كان قاعد يرد وبعدين رد عليه، يقول له انا ما اسمع لما اطيب ادق عليك. كان رد يدق عليه مره ثانيه وثالثه لدرجه قام يسكر تليفون بوجهه. شنو يعني؟ يمكن دق علي اول مره وما فهم منه، رد دق مره ثانيه علشان يفهم يعني. عادي عادي يا يمه تعالي انت، الله يهداك. شنو عادي عادي؟ الا في مشكله ونص. قاعد اقول لك قاعد يشكل ويشكل تليفون بوجهه، حتى قلت له خطني اكلمه ما رضى، ارتبك، قام يسوي حركات، قام يغني، يضحك، ما ادري ايش يسوي. ثانيا هذا الرقم نفسه يوم رحت له بنص الليل كان نفسه قاعد يدق عليه. عطنا شو؟ هذا الرقم؟ هذا. ايه هذا داق عليه وايد. زين ليش خالك ما يبيك ترد عليه؟ خلاص اكلمك بعدين، يلا باي. الحين سؤال، هو داق عليه بوقت متاخر ولا انا؟ انتوا شنو؟ وصلت فيكم الجرأة انكم تتعبثون في تلفون خالي؟ شنو هذا؟ ابي مو من صدقكم، ترى كل واحد عنده اسرار. ما يصير ما يصير يا جماعه، ما يصير. شنو انتوا، الواحد ما يقدر يعيش معاكم؟ استغفر الله العظيم، انا عايشه مع عصابه مو مع هذا الشر. شنو وانا سويت؟ هاك دائما كذي جايب لي الحكي؟ شو الناس؟ هذيل كل الاغراض اللي وصتني عليهم عمتي انه يجيبهم لك. مشكور وما قصرت،
وتعبناك ويانا ومشكوره هي بعد ما قصرت. العفو ما سوينا شيء. زين العم ابو مساعد انا استاذن. لا يا ولد الحلال طق الطريق هذا كله علشان هالدقيقتين اقعد يبا اشرب شاي اشرب قهوه وبعدين توكل على الله. الايات ان شاء الله تدري بعد انا وراي درب توصلك لها غلط بس واشوفك مره ثانيه على خير. الخير ببيهك مشكور وما قصرت وسلم عليها وايد. الله يسلمك. تسلم ودير بالك على الطريق ان شاء الله لا توصيك فمن الله.